هلا رح نعمل اكله كثير طيبه اسمها حقلوب، اكله منسيه ومن تراث حلب القديم، بس بعد حدا يعملها كثير ما بعرف ليش، مع انه اكله كثير طيبه. هي عباره عن لحم مقلية ومسلوقه، بعدين اخر شيء بتتقلى مع بصل اخضر، ثوم اخضر او البراسيا، ونضف لهم دبس الرمان ورب البنات. وهلا فرجيكم كيف رح نعملها. اول شيء رح نعمل اللحمه، رح نضيف شويه زبده، خليها يصير لونها كمان بني ليحترق فيها الحليب، يصير بورن وزيت لحتى نقلي اللحمه مع بعضهم. بهالاثناء انا رح اقطع عندي البصل الاخضر، عندي هون انا البصل الاخضر مغسل مزبوط، رح اقطعهم بشكل ميل بسموه دياجونال، صوت الزبدة بلش يشتغل، الكرات البرانسا أو الليجز مشان حدا ما حدا يخربط فيها، نقطعهم كمان بهالشكل دايس أو مكعبات صغيرة. الوضع كتير في اللذيذ، الزبدة بلشت تشتغل، رح بلش حط اللحمة ونحمرها. نحمر اللحمة شوي لحتى يصير لونها حلو وناخذ نكهة منها، بدل ما نسلقها شوي بالمي ونكب ميتها رح تكل طعمة اللحمة والفوائد تبعتها والنكهة. ما بدي احمرها لحتى يصير لونها بني غامق، بس تحميره صغيره لحتى تمسك على بعضها البعض، الهدف انه اعطيها نكهه قبل السلق. كثير مهم نضيف المي سخنه فوق اللحمه وهي عم تنسلق، مشان اذا ضفناها بارده تزبط بس رح تفقد من خواصها لما ترجع تسخن اللحمه، كل شيء نسخ بقلب اللحمه، كل شيء جوسس طلعت لبرا وبصير لحمتنا شوي متفله. نعمل هالعملية إذا كنا بدنا نعمل صلصة أو ستوك أو مرقة، بناخذها نعمل بنحط إن كان لحمة أو كان العظم اللحمة، بنضيف عليه المي الباردة لحتى نرجع نطلع منه زيادة شوفي بجواتهم، لحتى ناخذ منه خلاصة أكثر. رح أضيف هلا عندي هون بصل، كرات وجزر للتنكيه. نحن نقول عم نضيف ميربوا، إذا بدكم نضيفوا كرافت كمان بيصير. رح نضيف هلأ هون عندي قرنفل، كبشة قرنفل، رح نضيف شوية حب هال، شوية فلفل أسود حب، وآخر شيء حبة ورق غار مو بالأكتر ومنملح. اخر شيء بنضيف المي ونخلي لحمتنا تستوي على نار هاديه، تقريبا بتاخذ حسب نوع اللحمه، انا هون اللحمه عندي راح تاخذ تقريبا 45 دقيقه لحد الاكثر ساعه. بس تغلي بنرجع اذا في زفره بنشيلها ونخليها على نار هاديه تنطبخ لتكون وصفتنا جاهزه. انا بهالاثناء عندي سالق اللحمه من قبل ومجهزة وكل شيء، رح فرجيكم كيف هلا نطبق خضرة الحلوب، نقليهم مع بعض، نضيف عليهم اللحمة ومرقة اللحمة، فرجيكم كيف رح تنطبخ. رح انقل هي الطنجرة خليها تستوي على مهلها، رح اجيب طنجرة رح نحطها هون، وكمان مهم كثير رح فرجيكم شغلة كثير مهمة لنركز طعمة المرقة اللي عندي، رح اعمل لها ريدكشن يعني نغليها لحتى تنزل تصير قوامها للمرقة اسمك. رح احط هلا مرقة اللحمة اللي عندي هون على النار، رح اضيف فيها شوي الموجودة هون كمان،
على طول علومية صغيرة، بس نسلق لحمة وخلصنا السلق خلوها بمية اللحمة، صفوا المي منيح ورجعوا خلوها بمية اللحمة مشان ما تنشف اللحمة. أنا عندي هون المرقة صارت على النار، رح خليها تغلي شوي شوي لحتى تسمك تصير طعمتها مركزة أكثر. للحلوب رح استعمل زبدة، كمان رح أخذ لي قطعة زبدة هالقد، تقريبا استعملت 100 جرام بالكتير. نخلي كمان الزبدة تحترق شوي صغيرة ما كتير. هاي من الأكلات كانت ستي الله يرحمها كانت تحبها كتير، ستي يعني نانتي، بس للأسف ما حدا يعملها هالأيام. رح نضيف هلأ البراسيا كرات أو الليجز مع البصل الأخضر ونقليون على نار عالية بس من دون تلوين، يعني ما بدي لونه يصير لونهم بني. رشة ملح صغيرة، شوفكن أحلى هيك روايح ألوان بتجنن. البصل والكرات تقلوا، رح نضيف الخل الأحمر. روايح بتجنن، رب البندورة. مرقة اللحمة، مرقة اللحمة عندي أنا هون صارت نص الكمية اللي كانت عندي. بنحرك شيء عظيم. رح ارجع احط اللحمة مع الحلوب. ضربة بهار او فلفل صغيرة او بهار دقة اللي بدكم اياه. رح ضيف هلا شوية كمان دبس رمان حوالي المعلقة تقريبا حتى تركز لي الحموضة وتعطيني شوية حلاوة صغيرة من دبس الرمان. نحرك على نار هادية، ما رح نشفها كتير، رح خلي فيها شوية صوص صغيرة لأن رح تتقدم هاي مع الرز الأبيض. انتو في البيت تعملوها مع الرز الأبيض بتطلع كتير طيبة. بلش نقدم طبختنا. اللحمة نيفا شكلها كتير حلو، رح اخذ اول شي معلقتين من الصلصة. رح زينهم بشوية روك شايفز، روك شايفز هو البصل المعمر. كل اكلتنا معموله اليوم بالبصل، اعطيها لون اخضر يلبق معها. ريحه الحلوب كثير طيبه بتجنن. هاي اكلتنا صارت جاهزه، عملناها الحلوب مع البصل الاخضر والكرات.